بسم الله الرحمن الرحيم. السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، السيدة الفاضلة قرينة السيد الرئيس، سيدات مصر الفضليات، السيدات والسادة الحضور الكريم. أبدأ بتحية حب وإجلال وتقدير لأمهات المصريين عامة وأمهات الشهداء بصفة خاصة. كل عام وأنتم بخير، كل عام ومصر في سلام وأمان وتقدم. لا أخفي على حضرتكم وأنا أقف اليوم أشعر بفخر شديد بمسيرة ونضال وكفاح المرأة المصرية عبر العصور. أما اليوم تحظى المرأة المصرية بدعم سياسي غير مسبوق وحرص دائم على تكريمها ومساندتها من أجل أن تكمل رحلة عطاء متميزة. ومثلما نعلم جميعا فلدينا في مصر الآن رؤية واضحة منطلقة من أكثر من محور، أهمها محور بناء الإنسان. هذه الرؤية تحقق أهداف التنمية المستدامة 17 التي وضعتها الأمم المتحدة، كما تتوافق مع أجندة أفريقيا 2063 من أجل أن يكون لدينا إنسان مصري مكتمل معرفيا، متمكن اقتصاديا، وقادر على المشاركة في صنع القرار. واليوم ونحن نحتفل بعيد الأم نتذكر بالطبع أننا نحتفل هذا الشهر تحديدا بذكرى مرور 100 عام على ثورة 19. وكما شاهدنا منذ قليل في الفيلم كانت البداية لحركة تحرر واسعة للمرأة المصرية. وخلال 100 عام الماضية ولكي تصل المرأة المصرية لمنصب النائبة في مجلس النواب والوزيرة والمحافظة وتتقلب معظم المناصب الهامة في الدولة المصرية، لكي تصبح المرأة المصرية مفكرة وكاتبة وأديبة وعالمة، من المؤكد أن هذا جاء نتيجة لتراكم كبير حدث خلال 100 عام الماضية. ومثلما رأينا الكثير من النماذج المشرفة في الفيلم منذ قليل، كان لدينا أيضا السيدة هدى شعراوي وزميلتها ومنهم السيدة سيزا نبراوي، والتي بدأنا طريق طويل للدفاع عن المرأة. وأصبحت الأديبة السيدة دكتورة سهير القلماوي أول فتاة تدرس في الجامعة المصرية، وبعدها صارت أول مصرية تحصل على شهادة الدكتوراه وأول أستاذة ورئيسة قسم الأدب العربي. أما السيدة سميرة موسى فبدأت رحلتها مع الطاقة النووية وأصبحت أول عالمة ذرة مصرية. والسيدة لطفية النادي والتي كانت أول امرأة مصرية وعربية وإفريقية تحصل على رخصة طيران. وكانت كوكب الشرق أم كلثوم أول نقيبة للموسيقيين. وكانت لدينا أيضا السيدة أمينة السعيد التي كانت أول مصرية تعمل بالصحافة وأول رئيسة تحرير لمجلة حواء. وبعد كل هذه الإنجازات أصبح لدينا لأول مرة في الستينات أول وزيرة مصرية هي السيدة حكمة أبو زيد. وبعد هذا العرض التاريخي نعلم جيدا أن توسيع نطاق المواطنة ليشمل المرأة المصرية لم يكن إنجازا سهلا، بل كان إنجازا انتزعته المرأة المصرية انتزاعا. ولكن هنا أحب أكد على ملاحظتين مهمين. الملاحظة الأولى، من الممكن أن نقول أن كل ما سبق هي جهود عظيمة فعلا، ولكن هي كانت لها صفة الفردية. أما الآن فأصبح لدينا إطار مؤسسي في استراتيجية تمكين المرأة ودعم سياسي غير مسبوق، ومن هنا يمكن أن يحقق للمرأة في عدة سنوات ما تم تحقيقه في 100 عام. أما الملاحظة الثانية، أننا ننتقل اليوم من الحديث عن الاستراتيجيات والخطط وإقامة مرصد تم ذكره لسيادتكم العام الماضي إلى واقع حقيقي على أرض الواقع وأرقام وإحصائيات. وإن كنا قد لخصنا بعض جوانب كفاح المرأة المصرية في 100 عام في فيلم متميز في حوالي 10 دقائق، فلدينا حوالي 20 رقم ممكن يلخصوا وضع المرأة المصرية الآن. حقيقة فإن صورة المرأة المصرية تنعكس في 3 مستويات أساسية: التمكين المعرفي، التمكين الاقتصادي، ووضع المرأة في صنع اتخاذ القرار. فبناء المرأة يبدأ من عقلها، وبناء العقل يحتاج تمكين معرفي، والتمكين المعرفي هو أهم أنواع التمكين. فيما يخص التمكين المعرفي، نجد أن لدينا الآن 57% نسبة الإناث بين طلاب الجامعات. من 4 سنوات كانت هذه النسبة 48%. أما عن أعضاء هيئة التدريس في الجامعات المصرية، فكان لدينا سنة 2015 45% من السيدات، وأصبح لدينا الآن 50% من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات.
ولأن الاستثمار في البشر هو أهم وأغلى أنواع الاستثمار، فكان لابد أن نهتم ببناء القدرات. ولذلك أهتم بالبرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب على القيادة الـ PLP بمشاركة نسائية، وتطورت نسبة مشاركة الفتيات والسيدات فيه من 33% في المرحلة الأولى إلى 45% في المرحلة الثانية، إلى أن وصلت إلى 57% في المرحلة الثالثة. أما المنح التي تقدمها الدولة من جامعة إسليسكا الفرنسية، فزادت مشاركة المرأة فيها من 36% إلى 45% في آخر دفعة. وبالنسبة للعاملات في الجهاز الإداري للدولة، وصل نسبة المستفيدات منهن من البرامج التدريبية إلى 65%. ومن المؤكد أن تحقيق المساواة في التعليم والتدريب والعمل تزيد من فرص تشغيل المرأة وتمكينها، وهو أمر ينتج عنه تمكيناً اقتصادياً وينعكس على عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية. فوصل معدل البطالة بين الإناث إلى نحو 21.5%، وانخفض لأول مرة في الربع الأخير. لأول مرة احنا قعدنا سنين طويلة معدل البطالة بين الإناث عند 23.24%، لأول مرة ينخفض إلى 21%، ولأول ربع سنة بينكسر هذا الرقم إلى 19.6%، ونتمنى إن شاء الله مزيدا من الانخفاض. وصلت نسبة السيدات في الجهاز الإداري للدولة إلى 44.5%. أما على مستوى المحافظات، فتوجد 13 محافظة بها نسبة الإناث من العاملين تتخطى 50%، بدءا من محافظة البحيرة حوالي 51%، وصولا إلى محافظة السويس الباسلة بحوالي 69%. أما في القطاع المالي والمصرفي، فلدينا نسبة كبيرة من مستفيدات من الخدمات المصرفية. في سنة 2015 كانت هذه النسبة 9% فقط، الآن إحنا لدينا 27% من السيدات المستفيدات من خدمات المالية والمصرفية. وهذا الحقيقة بيوضح الجهد الكبير الذي تبذله مؤسسات الدولة في إطار الشمول المالي. ولعل نسبة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر الموجهة للمرأة تعطي مؤشراً مهماً عن وضعها في المجتمع وعن تمكينها الاقتصادي. فنسبة المشروعات الصغيرة الموجهة للمرأة كانت 23% سنة 2015، وصلت الآن إلى 46%. أما في الإقراض متناهي الصغر الذي كان موجه للمرأة، فكان 45% والآن وصل إلى 69%. الحقيقة أهم من كل هذه النسب إن نسبة تعثر المرأة في السداد لا تتعدى 1%. وده الحقيقة يعني إنجاز غير مسبوق يفوق الإنجاز الموجود في الدول المتقدمة. عندنا نسبة 30% من المستثمرات في البورصة، ومن أجل أن يكون التمكين الاقتصادي شامل لكل المستويات، وجهت الدولة المصرية برامجها للحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجاً. وصل عدد المستفيدات من برامج تكافل وكرامة لحوالي 2 مليون مستفيد بنسبة 89%. عدد المستفيدات من البطاقات التموينية حوالي 35 مستفيدة بنسبة 50%. بعد التمكين المعرفي والتمكين الاقتصادي، لا تجد المرأة أي عوائق لتشارك في عملية صنع القرار. وصنع القرار فن يترتب عليه رسم ملامح المستقبل، ولكن لا يتخذ القرار إلا شخص مؤهل متمكن ومتدرب. والمرأة قامت بهذا الدور بشكل ناجح وأثبتت قدرتها وكفاءتها. لذلك وصلت نسبة السيدات في مجالس إدارات البنوك المصرية إلى 12%. أما في البنك المركزي كجهة رقابية، وصلت هذه النسبة، نسبة السيدات في مجلس الإدارة، إلى 25%، وهي نسبة تفوق كثير من الدول المتقدمة. زادت نسبة السيدات أعضاء مجالس إدارات الشركات والهيئات العامة إلى 6%. وعلى الرغم من هذه الزيادة، فإننا نأمل بالمزيد من دفع المرأة في مجالس الشركات والهيئات العامة وضمان تمثيل مناسب للمرأة في هذه المؤسسات. وصلت نسبة تمثيل المرأة في مجلس النواب المصري إلى 15% بعد أن كانت 2% في 2013. وكلهن نائبات فاعلات يقمن بدورهن الرقابي بحكمة ودورهن التشريعي بكفاءة، ويحملن على أكتافهن عبء النهوض بالمرأة المصرية.
وصلت نسبة السيدات في الحقائب الوزارية إلى 25% بعد أن كانت النسبة 20% في 2017 و6% في 2015. وأود التركيز هنا ليس فقط على النسبة، ولكن على الملفات التي يتولى تكليف المرأة بها أكثر من ارتفاع نسبة الوزيرات في الحكومة المصرية. فتوسيع المسؤوليات معناه تعزيز الثقة في قدرات المرأة والتأكيد على شراكتها الكاملة في تحمل أعباء التنمية. فشكراً لسيادة الرئيس. بعد الاستعراض الكامل لكل هذه الأرقام، أحب أن أضيف دوراً مختلفاً وبعداً مختلفاً للمرأة، وقليلاً ما يتم تسليط الضوء عليه. نادراً ما لا نجد مرأة لا تمارس عملاً منزلياً، فلدينا 91% من السيدات يقومن بالأعمال المنزلية وفقاً لآخر تعداد. والحقيقة في كثير من الأحيان لا يوجد مرأة عاملة في العمل، بالإضافة إلى تحمل المرأة. 27% من السيدات يتحملن عبء الرعاية الصحية والرعاية الأسرية لأفراد أخرى في الأسرة. ولو أردنا ترجمة كل من العمل المنزلي والرعاية الأسرية مالياً، لعلمنا أن قيمتها المالية ستبلغ حوالي 458 مليار جنيه. وهو جهد تبذله المرأة المصرية بمنتهى الإرياحية، وهي تؤدي في الوقت نفسه دورها على أكمل وجه كطبيبة ومهندسة ومحامية وكيميائية وأستاذة ووزيرة وغيرها. هذه المرأة هي التي تحملت تبعات برنامج الإصلاح الاقتصادي، ودبرت وادخرت وأعادت ترتيب أولوياتها، أولويات أسرتها وفقاً لإمكانياتها، فلها منا كل التقدير والاحترام. ورغم كل التقدم الذي حدث لوضع المرأة المصرية، فلا زال لدينا عدد من التحديات، أهمها معدل البطالة والتي نجحت الدولة المصرية في تخفيضه، ولكن ما زال هذا المعدل بين السيدات 3 أضعاف بين الرجال. كذلك نسبة الأمية ما زالت مرتفعة بين الإناث، فبلغت 31% للإناث فوق سن 10. ورغم أن لدينا اليوم السيدة السفيرة فايزة بناجة مستشارة للسيد رئيس الجمهورية للأمن القومي، وواحدة من 12 شخصية عالمية يشغلن هذا المنصب، فلا يوجد لدينا رؤساء جامعات من السيدات. بضم صوتي للدكتورة ماي، وده منصب نتمنى أن نرى فيه سيدات كثيرات، لأن التعليم هو المفتاح السحري لأبواب التقدم. وضع المرأة المصرية في تقدم، ولكننا نطمح في المزيد من الخطوات الناجحة. ولكن الحقيقة هذا الدور ليس دور الحكومة فقط، هذا دور مجتمعي تشارك فيه الدولة، القطاع الخاص، مؤسسات الثقافية والتعليمية والدينية والمجتمع المدني. هذا عمل مؤسسي كبير لابد أن تضاف. المرأة كما يقول عنها الفيلسوف اليوناني سقراط هي مصدر كل شيء، وأنا أرى أن المرأة ليست فقط نصف المجتمع، بل هي المجتمع كله. وأكرر ما قاله أحد الاقتصاديين: إذا أردت أن ترى مدى تقدم أي مجتمع فانظر إلى وضع المرأة فيه. شكراً سيادة الرئيس، وأشكر حضراتكم جميعاً، وكل سنة وحضراتكم طيبة.